السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحيحه كل شيء بخير هانين. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير ويلقاكم صحه مزيانه ان شاء الله. ومرحبا بالناس الجداد والناس القدام معايا في القناه، مرحبا بكم والف مرحبا. شكرا لكم على داك الكلام الزوين، دوك التعاليق اللي كتقولوا في حقي الله يخطيكم عليا والله يحفظكم ليا يا ربي. المهم اليوم غادي نعطيكم الوصفه اللي طلبوني عليها البنات صحاباتي وطلبات لي حتى واحد المتتبعه. هذه الوصفه ديال الازاله ديال الحبوب اللي كتكون عندنا في الوجه، سواء حب الشباب او الحبوب العادي. المهم هذه الوصفه اللي غنعطيكم اليوم فيها بزاف ديال الحوايج زوينين، كتحيد الحبوب كتكرمو. ما غاديش نقول لكم كتحيدو من الجذر، حيت داكشي كيبقى يعني حب الشباب راه كلشي تينوض ليه حب الشباب فاش كيكون كنكونوا باقيين صغار. وحتى النظام ديال الماكله حتى هو كيعاون الحبوب باش ما يتزادش لينا في الوجه، يعني الحاجه اللي فيها اللي دام نحاول نتفاداوها ما ناكلوهاش، بحال الزبده، بحال البيض، بحال المواد اللي فيها الدهنيات، الفرماج، بزاف ديال الحاجات اللي كنعرفوهم حنا راه كيديروا لنا الحبوب نحاولوا نتفاداوهم. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره دهنيه، هما اللي تتنوض لهم كينوض لهم الحبوب بزاف في الوجه في الفتره ديال الشباب ديالهم. المهم اليوم هاد الوصفه جبتها لكم مجربه مني انا ملي كنت باقا صغيره، كان كينوض ليا حب الشباب. وكاين حتى الناس الكبار اللي دابا واخا ماشي في المرحله ديال الشباب تينوض ليهم الحبوب في الوجه، كيبغيو يداويو وبغيو يعالجوه. المهم الحمد لله انا دابا مابقاش عندي الحبوب، لا غير بالوصفات الطبيعيه وبالاعتناء بالبشره وصافي. وحتى النظام الغذائي، انا ما تناكلش الزبده، انا اصلا ما عنديش مع الزبده، ما كناكلش الزبده الا درتها بحق في المسمن ولا في الحلويات وصافي. البيض حتى هو ما كنقويش فيه بزاف، مره يعني الواحد كينظم الماكله ديالو لراسو باش هكا كتكون البشره حتى هي كتكون كتعطي واحد النضاره زوينه وما كيخرجش لينا الحبوب، ما كيخرجش لنا بزاف ديال الحوايج. وعاد ديك الساعه المكملات كيكونوا بالماسكات الطبيعيه. هذا الماسك اللي جبت لكم اليوم كما قلت لكم كنت كنديرو انا ملي كنت صغيره، كان كينوض ليا الحبوب، كانت عندي مثلا 19 عام 18 عام حتى 20 عام كان كينوض ليا الحبوب بزاف هنايا، وكيبقى ليا داك لاطراس، كيبقى لاطراس ديال الحبوب، كان كينوض ليا في الجبهه بزاف. وكنت كندير هذا الماسك، زوين بزاف، كيكرم الحبوب، تيبيض البشره، وكيعطي واحد اللمعان وواحد الاشراقه ما نقولش لكم. واليوم غادي نديرو معاكم، غادي نيت نديرو لوجهي، انا راه كنديرو مره كنديرو، حيت كما قلت لكم ما كيصلحش غير الحبوب، كيصلح كيبيض البشره وكيعطي واحد اللمعان وواحد الرشاقه. وغندير معاكم حتى القماج اللي كندير، راه معروف كلشي كيديرو قماج ديال القهوه، دابا راه كلشي كيديرو، غير انا تنزيد معاه شويه ديال الحامض. بالنسبه للناس اللي عندهم البنات اللي عندهم البشره حساسه يتفادوا الحامض ما يديروش، انا غادي نقول لكم شنو غديروا في بلاصتو، غير هو الحامض ديروا منه غير قطرات غير شويه، راه حتى هو تيشوط داك الحبوب كيكرمو ما كيبقاش. المهم هاد الوصفه راه زوينه بزاف، غتجربوها وغتردوا عليا الخبر. كتبيض وكتعطي واحد اللمعان للبشره وكتحيد الحبوب، يعني بالنظام ديال الماكله وهذا راه الحمد لله ما كيبقاش الحبوب كيتحيد بصفه نهائيه. غير تنظموا الماكله ديالكم وتشربوا الماء مزيان، تحيدوا الحاجه اللي فيها الإدام. بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره كتكون دهنيه راه تينوض لهم الحبوب بزاف، يحاولوا يديروا الماسكات اللي كينشفوا شويه البشره وكسافي غير بالزويس الطبيعيه، راه ان شاء الله ما غاديش يبقى الحبوب. المهم ما نطولش عليكم بزاف، يلا نمشيو للكوزينه، راه مجدر الوصفه وحطاها. وحتى القماج اللي غادي ندير معكم القماج وندير حتى الوصفه كما قلت لكم، يلا نمشيو للكوزينه ونشوفوا كل شيء. المهم البنات بالنسبه لهذا القماج اللي غادي ندير، راه تقريبا كلشي الناس كلشي البنات ولاو كيديروا هذا القماش ديال القهوه، حيت كيعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. غير هو كله شنو كيدير، كاين اللي كيدير القهوه وسكر سنيده وزيت الكوك، كاين اللي تيدير القهوه وسكر سنيده وزيت الزيتون، كله شنو كيدير. المهم اي واحد راه تيدير الحاجه اللي كتجي مع البشره ديالو واللي كتوالمو واللي كتريحو. انا هنايا عندي القهوه، القهوه اللي تتكون اللي كناخذوها مطحونه راه معروفه، غير ما تكونش مخلطه بشي عطور ولا بشي حاجه، تكون مطحونه غير بوحدها وصافي. انا كندير لوجهي القهوه اللي كتكون باقا ما منستعملهاش، يعني ماشي كنطيبو ديك القهوه وكناخذو داك التخا ديالها وكنديروه للبشره، هذيك كنديرها بالنسبه لليدين، كنديرها قماش ديال اليدين. اما هذه تندير القهوه اللي كتكون باقا ما طيبتهاش، يعني باقا ما منستعملهاش، باش ديك الفوائد ديال القهوه كتستافد منها البشره ديال الوجه، حيت القهوه حتى هي عندها واحد الفوائد كبيره على البشره.
البشره وكتعطي واحد اللمعان واحد الرشاقه. المهم هنا تقريبا عندي معلقه عامره مزيان، معلقه صغيره ديال القهوه. غادي ندير معاها شويه ديال زيت الزيتون، تقريبا واحد المعلقه ونص اولا جوج معالق صغار ديال زيت الزيتون. وهنايا غادي ندير الحامض، غادي ندير غير واحد المعلقه صغيره ديال الحامض. هذا الحامض انا تيوافق ليا البشره ديالي. بالنسبه للبنات اللي ما عندكم البشره حساسه ما ديروش، ما ديروش الحامض، تعوضوه بالماء ورد، تعوضوه بالماء ورد، ديروا منه حتى هو معلقه صغيره اولا جوج معالق صغار على حسب اللي غادي يقدكم. المهم هذا المورد غير جبتو لكم، راه دائما تنوري لكم في الماسكات ديالي. تناخذ هذا المورد ديال قلعه مكونه، هذه القرعه ديال الدجاج، هذا طبيعي 100%، هذا هو المورد الحقيقي. كناخذه انايا مره ب 20 درهم مره ب 25 درهم. المهم انا ما غاديش نديرو غير وريت لكم صافي، غادي نديرو في الوصفه اللي مورا هذا القماش. المهم انا غادي ندير الحامض كما قلت لكم، اللي عنده الحساسيه من الحامض ما ديروش، غير هو راه تيكرم الحبوب. انا ملي كنت صغيره وانا كنديرو الحمد لله ما كيدير ليا والو، كنديرو اليدين القماش ديال الوجه والقماش ديال اليدين. غادي ندير منه معلقه صغيره، واللي عنده الحساسيه ديال المورد صافي. هنايا غادي ندير تقريبا معلقه صغيره ولا جوج على حسب اللي غادي يكفيكم. انا غادي ندير دابا تقريبا جوج معالق صغار ديال عصير الحامض صافي. وغادي نخلط هاد القهوه مع هاد الزيت والحامض، وغادي نمشي للحمام باش نديرها لوجهي وغتشوفوا معايا كلشي صافي. غنخليها غير واحد دقيقه حتى كتفعل لي هذيك القهوه مع داك كطلق ديك الماده ديالها في الزيت والعصير الحامض صافي. وغادي نديرها لوجهي، نيت انا راه شحال زعما قوميت وجهي، غادي ندير ليه قماج وغتشوفوا معايا كلشي. المهم البنات انا دابا جيت للبدوش، غادي ندير القماج، غادي ندير القماج وغادي ندير معكم حتى الماسك حتى هو. هاد القماج راه كما قلت لكم انا كندير فيه الحامض، لحقاش انا البشره ديالي كتقبل الحامض، اللي عندها الحساسيه ما ديروش، دير بلاصتو الماء ورد. وكنحاولوا نحكو غير بشويه غير بشويه باش ديك البشره ما كتجرحش. صافي دابا البنات ها نتوما كما شفتوا انا راه حكيت وجهي بشويه، ما كنوركش عليه بزاف، حكيت غير شويه. وغادي نغسلو دابا، ما كنخليهش في وجهي، غادي نغسلو وغادي نمشيو باش نديرو الماسك. انا البنات ملي كندير هذا الماسك ضروري هذا الماسك سأنا ملي كندير هذا القماش ضروري كنغسل وجهي بالصابون. عندي واحد الصابون زوين ديال، دابا نوري لكم باش كنغسل وجهي. دابا راه حيدت ليه لومبالاج ما بقاش عندي، ملي غنجيبو غنوريكم لومبالاج ديالو. هو ديال الطوس ولكن ديال البابونج راه معروف، راه معروف ديال البابونج هو باش كنغسل وجهي صافي. بحال هكا كنحك وجهي مزيان بالصابون باش ما كتبقاش ديك القهوه وداك الزيت. وغادي نشلو ونمسحو ونمشي ندير معكم هذاك الوصفه ديال الحبوب. هانتوما البنات غير القماش بوحدو كيفاش كيرجع الوجه، كيرجعو كيشعل. المهم دابا غادي نمسحو وغادي نمشي ندير الوصفه اللي حنا على قبل هذه الفيديو. هانتوما شفتو شو كيفاش كيولي الوجه، كيولي كيشعل.
هادشي راه مازال ما درتش الماسك، غير هذاك القماش كيرجع الوجه كيشعل. انا جبت لكم المكونات اللي غادي ندير في الوصفه ديال الحبوب وديال تبييض الوجه وديال اللمعان وكلشي. المهم غير من خلال مكونات راه غادي تعرفوا الوصفه راه فعاله وزوينه. اول حاجه كناخذ الدقيق ديال الذره، الدقيق ديال الذره اللي كناخذوه مطحون، كناخذوه يكون مطحون مزيان منيل. شفتوا الذره راه تيكون بحال هكا صفر. الذره راه زوينه، الدقيق ديال الذره زوين للبشره، كيعطي واحد اللمعان وواحد الرشاقه وكيبيض البشره بواحد الشكل عجيب. بالنسبه للناس اللي كيعرفوا هاد الدقيق ديال الذره كيعرفوه راه كيصلح للبشره وزوين بزاف، راه تيديروا غير هاد الدقيق ديال الذره كيديروه مع البيض البلدي، مع البيض البلدي وكيديروه للبشره. ما نقولش لكم كيفاش كيرجع الوجه، كيرجعو كيشمع كيشعل. المهم هنايا عندي الدقيق ديال الذره، راه معروف راه موجود في المحل الكبار كيتباع مطحون. عندي هنايا البيض البلدي البنات، البيض يكون بلدي، حيت البيض البلدي هو اللي تيكون فيه الفوائد كثيره على البشره. وعندي هنايا المورد اللي وريت لكم دابا، المورد عندي الحلبه، الحلبه انا كتحمقني الحلبه في الوصفات، كتعطي واحد النتيجه زوينه بزاف. حلبه مطحونه، يا اما طحنوا على يديكم ولا شريوا مطحونه من عند العطار اللي كتيقوا فيه. وهنايا عندي الحمص، الحمص مطحون حتى هو كناخذو مطحون من عند العطار. انا كاين واحد العطار كيطحن كلشي عنده تما في المحل، يعني عطار ثقه كيعطيني داكشي ما مخلطش زوين وكنعرفوه، يعني كنعرفوه راه ما تيغش ما والو. هنايا عندي الحمص، صافي هاد المكونات هما معروفين. عندي الدقيق ديال الذره والحلبه، الحمص مطحون والبيض البلدي والمورد. هنايا عندي معلقه صغيره ديال الحمص، معلقه صغيره ما تكونش عامره بزاف، معلقه صغيره ديال الحمص مطحون. وغادي ندير معلقه صغيره ديال الحلبه مطحونه حتى هي ما تكونش عامره بزاف، باش بلا ما داكشي يبقى يتلاح يضيع من الاحسن ديروها القياس وصافي. صافي هنايا معلقه صغيره ديال الحمص، معلقه صغيره ديال الحلبه، ومعلقه صغيره ديال الدقيق ديال الذره. البنات هاد الدقيق ديال الذره راه زوين بزاف للبشره، غير جربوه ردوا عليا الخبار، زوين بزاف كاع. تقدروا ديروا كما قلت لكم غير هو والبيض البلدي، خلطوه ديروه للبشره ديالكم لوجهكم كيرجع الوجه كيشعل. انا بعض المرات الا ما كانش عندي الحمص والحلبه كندير غير الدقيق ديال الذره والبيض البلدي كيرجع ليا وجهي كيشعل. صافي حتى هو غناخذ منه معلقه صغيره. غادي ناخذ هذه البيضه وغادي نطربها، نطربها ونبدا نزيد شويه بشويه حتى نشوف القياس اللي غادي يكفيني. هذا الماسك البنات غير جربوه والله العظيم حتى غادي تشكروني عليه، ولكن تبعوه ضروري ما تبعوه. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب ديروه ثلاثه المرات في السيمانه، يعني راه ما فيه حتى شي حاجه اللي غادي تضركم. المورد زوين والبيض زوين، الحلبه، الدقيق ديال الذره والحمص، كلشي المواد اللي فيه كلهم زوينين. صافي دابا ملي كنطرب، حيت البيض راه البياض ديالو يعني مفيد للبشره والصفار حتى هو مفيد للبشره، كنطربها بحال هكا. هي ولا شاط ليا شي حاجه كندير عليها سلوفان اولا كنديرها شي صبيره صغيره وكنديرها في الثلاجه حتى كنعاود عاوتاني نديرها، يعني حتى حاجه ما كتضيع. صافي هنايا غادي نبدا ندير البيض بشويه بشويه، غادي ندور لكم بحال هكايا باش تشوفوا. صافي وغادي نخلط حتى نحصل على داك الخليط اللي انا بغيت. غنزيد شويه ديال المورد، هاد المورد البنات كما قلت لكم انا ما كيخطانيش من الدار، كيكون ديما عندي في الثلاجه. كنبدا نزيدو بشويه المورد والبيض حتى كنلقاو داك الخليط اللي حنا بغينا، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف بزاف بينو وبين. غنزيد شويه المورد غير شويه، صافي واللي بقى غادي نكملو بالبيض. لحقاش في
ملي غادي نغسل وجهي من هاد الماسك غادي ندير غادي نرش عليه الماء ورد. انا الماورد كما قلت لكم دائما عندي في الثلاجه ما كيخطانيش، كل نهار ترش على وجهي الماورد اكثريه كاع في الصيف كنديروه بزاف. غنزيد شويه ديال البيض، كتبقاو تزيدوا بشويه بشويه عينكم ميزانكم. كتسمع هاد الوصفه فيها الحلبه والحمص والدقيق ديال الذره دغيا كتشرب، خاصها تكون شويه خفيفه. عاد نخلطها وكنديرها لوجهي ما كنخليهاش حيت الا بقات هاد بحال هكا الخلطه هادي كتشرب وكتقصح شويه. صافي دابا هانتوما خليط كيكون بحال هكا. دابا غادي نمشي غنمشي عاوتاني للدوش ونديرها لوجهي وغتشوفوا معايا غنوريكم كلشي، حتى حاجه ما غادي نخبيها عليكم. المهم البنات انا جبت الوصفه هنايا وغادي نديرها، ما نقدرش نبقى واقفه في الدوش راكم عارفين مع الثقل ما كنقدرش نبقى واقفه بزاف. صافي الوصفه انتم كما شفتوا ما وريتكم كتكون بحال ما هكا. المهم البنات انا دابا ملي درت هاد الماسك راه درتو حتى لعنقي، غادي نخليه حتى ينشف تقريبا واحد ثلث ساعه اولا نص ساعه وغادي نرجع معكم باش نغسلو تشوفوا كيفاش كيعطي اللمعان للبشره. صافي الماسك ها هو نشف، هانتوما ملي كديروا ليه هكا ما كيلصقش في اليدين صافي حتى كينشف مزيان. دابا ما غاديش نغسلو بالماء حيتاش الا درت ليه الماء ما تيبغيش يتغسل دغيا، غادي نبقى غير بحال ما كنقوميه بحال كنحتحت فيه كنقوميه مزيان حتى كيتحيد، وغادي نغسلوه بالماء بارد ونرش على وجهي شويه الماء ورد. المهم غادي نغسلوه ونرجع معكم. صافي البنات هانتوما انا غسلت وجهي دابا من الماسك ودرت حتى العنق حتى هو ضروري ما ننساوش. المهم دابا غادي ندير الماء ورد، الماء ورد ما كيخطانيش اللي درت نصف هاد الوصفه كيكون عندي في الثلاجه ضروري كنديرو من ورا الماسكات. انا هاد الموردة دائما تنقولها لكم ملي كندير معكم شي ماسك كنكون دايره في الثلاجه وكل نهار ترش بيه وجهي في الصباح وفي العشيه كنديرو في الماسكات بحال ملي كنبغي ندير ملي كندير شي ماسك وكنغسلو ترش من وراه مورد. هاد المورد راه مقطر وزوين الا لقيتو اللي يجيبو لكم هادي راه ديال الدجاج كما قلت لكم ديال قلعه مكونه زوين بزاف عشي مورد مقطر اصيلي واخا شويه زايد في الثمن المهم زوين تينقي البشره وزوين بزاف. هانتوما انا نقربو لكم باش تشوفوه اللي بغات تسكريني ولا شي حاجه هانتوما غتسكريني هادي راه ديال الدجاج اللي بغات تسكريني وتوصي عليه دوك الناس اللي تيبيعوا الموارد ولا اللي دوك العطار الكبار راه هما اللي كيجيبوه ليهم الناس من قلعه مكونه كيدير 20 درهم حتى 25 درهم كاين اللي كيبيعوا ب 30 درهم. المهم يعني الثمن ديالو راه واخا شويه زايد في الثمن زوين بالنسبه للقرعه ماشي كاع صغيره بزاف. القرعه انتم كما كتشوفوا قد القرعه ديال السيرو يعني راه كتدي ليا انا كما قلت لكم هذا راه مقطر اصيلي وزوين ضروري يكون عندي كنديرو مورا الماسكات وكنديرو يوميا لوجهي. صافي دابا غادي نخليه حتى ينشف. المهم البنات انا هنايا بديت كنصور لكم وما رديتش البال كنصداع في الزنقه ما رديتش البال حتى بديت كنمونطي عاد سمعت الصداع جا الفيديو فيه الصداع وحيدت الصوت وبديت كنهضر معكم في المونتاج. المهم كما شفتوا الوصفه هانتوما كما كتشوفوا راه كتعطي واحد النتيجه زوينه. هاد الوصفه بالزوينه كتكرم الحبوب الا تبعتوها بالحق ضروري ما تتبعوها كتكرم الحبوب كتبيض الوجه وكتعطيه اللمعان والرشاقه. انتم كما كتشوفوا انا ما درت حتى شي حاجه قسما بالله غسلت وجهي رشيت عليه الماء ورد خليته حتى نشف وجيت كنهضر معكم. غير تبعوا اي حاجه كتبغي المداومه الا ما تبعتوهاش راه بحال ما درت والو. المهم خليتكم على خير هاد الساعه نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. تهلاو فراسكم، تسلم عليكم.